السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كباكو من قناة كباكو تي في. الوشم على مصطفى حفناوي الله يرحمه. طبعا عرفنا ان هو الله يرحمه كان وشم هنا باسم آلاء، وشم تاني هنا، فحاولوا يشيلوا الوشم قبل ما يدفنوه ف ما عرفوش. وآلاء ديت صاحبته او خطيبته او ما اعرفش هي آلاء دي صاحبته ولا آلاء ولا صاحبته وخطيبته، ما علينا. خطيبته قالت ان اتصلنا بالشيوخ وقالوا ان الوشم ذنب، فربنا يغفر له يا رب وربنا يرحمه. وحتى لو يعني الوشم ذنب، فاكيد اكيد عامل خير، واكيد اكيد في حسنات في ميزانه، وباذن الله باذن الله الميزان يطب يمة الحسنات، وباذن الله نتقابل كلنا في الجنة. ربنا يرحم مصطفى حفناوي، وربنا يرحم امواتنا، وربنا يصبرنا كل واحد في بلوته يعني، وربنا يصبر اهالي المتوفين. في كم خبر متوفي برضو كده معانا، ربنا يستر النهارده. سلام.